خلينا نبدأ نبدأ على بمحمود. محمود. محمود اللي عايز ينافسنا اللي هيبقى مذيع أيوة. ده. لا طبعا هيقعدنا في البيت انا عارف. محمود كلنا شفنا طبعا كلامك والحوار والحدث اللي حصل مع رئيس عبد الفتاح السيسي، قول لي احساسك ايه؟ انا احساس بالفخر طبعا، وانا طلبت ان انا ابقى مذيع وابراهيم فايق حقق لي الحلم ده في حلقه عنده في البرنامج وكسرت الدنيا، كانت حلوه قوي الحلقه دي. انت محمود كلمني عنك الاول من البدايه، هل انت موضوع الاعلام ده كان في دماغك من وانت صغير؟ يعني احكي لي كده من اول ما بدا. لا هو اللي بدا معايا وانا صغير كنت عاوز ابقى رياضي جدا يعني. فاتجهت بقى للرياضه واكتشفت نفسي بقى في لعبه 100 متر جري و200 متر. 100 متر و200 متر. السنه اللي فاتت بقى الرئيس الاتحاد الباشمهندسه امل خدتنا معاها في حفل القدرون باختلاف واكتشفت ان انا ينفع ابقى مذيع. يعني السنه اللي فاتت اللي عرفت انك ممكن تبقى مذيع. فهي قالت لي انت مذيع شاطر جدا وكذا حد قال لي كده، فقلت بقى يعني اجرب تجربه ونجحت الحمد لله. انا زيك على فكره، انا كنت عايزه ابقى مهندسه اصلا وبعدين لقيت نفسي دخلت اعلام وكله قال لي ده انت يجي منك وينفع تبقي مذيعه. مذيعه شاطره جدا. ربنا يخليك. شهاده اعتز بيها. انت الاثنين والله. شهاده اعتز بيها.